في الحديث المشهور عندكم جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأعظم المنكر الشرك بالله، وأعظم المعروف توحيد الله تبارك وتعالى. والدليل على كلامه رحمه الله من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ظهر في الآونة الأخيرة، وإن كانوا ظاهرين من قبل ولكن ظهروا أكثر على وسائل الإعلام، القنوات كقناة أم درمان والنيل الأزرق، وعلى الإذاعات الراديو إلا من رحم الله، وعلى كثير من الصحف، وكذا كثير من المساجد، دعاة إلى الشرك بالله وإلى عبادة القبور وإلى عبادة الأوثان. فظهر المدعو محمد المنتصر الإزيري على قناة أم درمان، وهو موثق الآن عندي بالفيديو، يقول: غير الله يخلق، على قناة أم درمان، غير الله يخلق، وهو يتحدى بهذا الكفر جميع المسلمين وجميع العلماء والخطباء وجميع العالمين. وهذا الكلام الذي قاله لا شك ولا ريبة أنه شرك وكفر أكبر من شرك أبي لهب وأبي جهل والمشركين الأوائل، لأنه يدعي أن غير الله يخلق. وقد حكى الله عن المشركين الأوائل أنهم يعتقدون جازمين أن غير الله لا يخلق، وأن الخالق هو الله باعتقاد المشركين الزمان الكاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال كذا آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم، ربنا يقول للرسول إذا سألت المشركين وهم كفار الخلقهم منه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، دل المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، المشركين الكفار، ربنا قال ليقولون الله. وفي آية أخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم، دل المشركين. الليلة زول فتح التلفزيون قنوات وإذاعات في الراديو والجرائد، محمد المنتصر الإزيري يبرطع زي ما داير. آخر فتوى طلعها قبل 4 أيام، قال يجوز تطوف بالقبة زي ما بتطوف بالكعبة الشريفة في التلفزيون. تقول ليه البنزين اتعدم والغاز بقى ما في؟ أنا خايف لا قدر الله إنه بعد شوية الهوى ذاته يكون ما في، والله العظيم. لأنه ربنا لما نتكلم عن المشركين ناس قريش، لما حصلت لهم مجاعة 7 سنوات، ليه؟ لأنه أشركوا بالله شرك أقل من شرك محمد المنتصر في التلفزيون السوداني وفي الإذاعة السودانية وفي الراديو السوداني وفي الصحف السودانية، وما بدول بيتكلم إلا من رحم الله. وإذا تكلمت يقول لك أنتوا بتاعين مشاكل، زول يكفر بالله ويقول للمسلمين ولمرتك في البيت لما تفتح التلفزيون أكفري بالله وانت راضي؟ ده دين شنو ده؟ ربنا قال عن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية، دي مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من أي مكان بيجي الرزق، يأكلوا من فوق من أي حتى يأكلوا. ربنا قال: فكفرت بأنعم الله. البغوي قال: 7 سنوات، كفار قريش ومشركين قريش 7 سنوات ربنا ابتلاهم بالمجاعة لأنهم أشركوا بالله وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كانوا يأكلوا الجلد بعد ما كانوا أغنياء وأثرياء، وكانوا يأكلوا جيف الكلاب الميتة، الكلب الحي ذاته ما لاقينه، يأكلوا الكلب الميت ويأكلوا الصوف المخلوط بالدم. ومن شدة الجوع كان الواحد من المشركين إذا نظر إلى السماء رآها دخان، دخان
دخان عديل، وهي ليست بدخان، ولكن قالوا من الجوع، لحد ما جول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، هؤلاء الرجال قد جاءوا، فما بالك دعوت علينا بالسنين، يعني المجاعة، وقد جاء الأطفال والصبيان والنساء، فادعوا الله أن يكشفها. فدعا رسول الله ربه فكشفه الله. السبب شنو؟ أشركوا بي الله، زول ده شغال شرك، شرك أكعب من حق أبو جهل، والله الذي لا إله غيره. أبو جهل أقل حاجة كان بيقول الله خالق ورازق، ده بيقول غير الله بيخلق وبيرزق في التلفزيون، ولما ننتهي من الحلقة بيقول بكرة. وجاء واحد هنا امبارح برضه اسمه البيتي ولا شنو، أنكر استواء الله وعلو الله على عرشه. ربنا سبحانه وتعالى قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الله قال كده، الله قال هو في السماء. يجي واحد يقول ما في السماء، على كيفك. النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال بعدين في صحيح البخاري، السؤال بعدين، انت ما قاطعته، ما تقاطعني انا، ده ما من الادب. في صحيح البخاري، في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل إذا أنت دار تعترض على الحق كان تعترض على الباطل مبارح أصلا، وإلا ربنا بيسألك، لأنه ربنا قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إذا ما بقى ما في بيان ولا في إصلاح ولا في رد على الباطل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوشك الله أن يعمهم بعقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم المجرم المبتدع اللي بيضل لأمة محمد، اللي بيضل للمسلمين، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. كلكم وأنا ذات معاكم، ربنا يعاقبنا عشان واحد يعترض على قول الحق، زول ينكر استواء الله على عرشه. قال الإمام أبو حنيفة فيما نقل الذهبي في كتابه العلو وصح الألباني في المختصر، قال: من قال لا أدري أين الله فهو كافر، كافر. قال الإمام مالك فيما نقل الذهبي في كتابه العلو وصح الألباني في المختصر، قال الإمام مالك: الله في السماء ومعنا بعلمه لا يخلو منه شيء. تسمع عليك لمزول ساكت جاهل بالإسلام. وأجمع على ذلك الأئمة الأربعة ومن قبلهم. قال: الله أمنتم من في السماء. قال الفقهاء: كل آية من المصحف ده تدل على أن الله في السماء، أي آية، لأنه أي آية ما له، طلعت ولا نزلت؟ نزلت من وين؟ من السماء، من عند من؟ من عند الله. وهم ذاتهم الصوفية في مدايحهم عندهم المديح بتاع الإسراء والمعراج، والسماء الأولى ترم ترم، والثانية بسمع الموسيقى ما بيفهم، والسابعة ومشى فوق، مشى فوق قابل منو؟ سؤال، مشى فوق فوق السماوات السبع قابل منو؟ وجاء في كتاب قلائد الذهب موجود في الدار السوداني للكتب، من أعظم كتب الصوفية لواد بدر، لواد بدر قال: كان من كرامات أحد شيوخ الصوفية أنه صعد إلى السماء وجلس تحت العرش بتاع الله، قال قال: فقال لله كذا وقال الله له كذا. هذا طلع وين؟ مشى وين؟ وانت لما اندر تدعو صوفي ولا غيره، حتى لو ذول يعترض، انا والله ما يهمني لو الكرة الارضية كلها اعترضت، طالما ده دين، طالما ده دين، ده كلام الله. ذول يجي يقول باطل ينكر، الله يقول انا بالسماء، ذول يقول بكل ارتياح لا لا ما بالسماء، والناس مبسوطة، ما في ذول يرد، ما في ذول يقول الحق، ما بتخافوا والله انتم ترد على الباطل تقول ده باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني ينكروا عليه، يقول أنت كذاب أسكت، لو ما قلت لك إذا قال أوشك الله أن يعمهم بعقاب، ولا البنزين ما في والغاز ما في، وبكرة ما معروف يحصل شنو، ده كله بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دعاة شرك يجون في محلنا والناس ساكتة، ودي الكتب حقتهم، والله الذي لا إله غيره، الكتب بتاعت الصوفية جميع الطرق فيها كفر إبليس لسه ما حصله. قال الحلاج، أرفع كتاب التواصيم، اشتريته من الدار السوداني للكتب الطابق الثاني قسم اللغة العربية، أو ده ديوان الحلاج التواصيم، قال فيه:
كفرت بدين الله. أو دي ده الختم بتاع الدار السودانية، ده الختم، دي الفاتورة. أها برضو طبعوا الوهابية، دي الفاتورة تحت الدار السوداني الكتب. الحلاج قال وده كتابه، قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. محي الدين بن عربي في كتاب الفتوحات المكية قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. والكلام ده أيد الركين بتاع الكلاك لدى الصوفي، ده أيد الكلام ده إنه الله كلب وخنزير والله راهي في الكنيسة. وأيد الحلاج قال الكلام الأول البري جيب ده ورياض الجنة ونور الدجنة، ده كتابه الصفحة 67. ودي صورة البري، دي صورة البري، ده البري ذاته، وده الديوان، وطبع في جامعة الخرطوم للأسف الشديد. أشرفت عليه جامعة الخرطوم دار العلم والفكر والثقافة كما يزعمون. هذا الكتاب ده البرعي أيد كلام الحلاج لما الحلاج قال أنا كراعي دي خطيتها فوق الله المعبود بتاعكم ذاته. البرعي قال كده، قال وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاسي، بكر تدار على أيدي أبكار فلا تصدع الناشئ منها على الراس. غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين، ده الحسين ابن منصور الحلاج، قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. كراعيدي فوق الله ذاته واللي انتم بتعبدوا مش الله، قال كراعيدي فوق المعبود بتاعكم انتم فوق الله وضعته. البرا كده زياده، قال وضعته عشان ما بيصوف يتلولو ويقول لا لا قاصد خدتها كيف، لا قال وضعته فوق المعبود بتاعكم فوق الله. البرا بدل ما يقول ده كافر قال يا له من عارف كاسي. الكفر اللي هنا الموجود عند البرعي ما قال به محمود محمد طه الذي أعدم حقا وصدقا وزول زنديق، لكن ده كفر أكبر والله العظيم جد. ولكن في بعض الأحزاب الضالة المنحرفة من ناحية سياسية يقول لك لا لابد من لم الشمل ولا تتكلم في هذا الأمر ومشروع الوحدة الإسلامية واللحمة الوطنية. يا شيخنا زول بيصيب في الله لحمة شنو وعظم شنو وكوارع شنو، زول بيصيب في الله تقول لي لحمة؟ أنت ما بتخاف الله عشان تملى جابك عشان تركب عربية عشان تعمل لك مصانع ولا تعمل لك شركة؟ تبا للأموال إذا كانت محاربة لله ولرسول الله ولكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا ناس هو ربنا قادر أنه يقلب الكرة الأرضية دي فوق راسي وراسكم كلكم إذا الناس ما خافوا الله. ناس يقولوا كفر زي ده يعترض وأنا بقف لك أنت، والله لو الكرة الأرضية كلها اعترض ما وقفت، ما أقف أبدا. ناس يقولوا كفر يا أخي، أديك تاني، جيب كتاب المرغنية النور البراق ده محمد عثمان المرغني ده، وجيب فيض البحور المتلاطمة ده، قال أنا ما السماء دي ما بناها الله، بنيت أنا الكرسي بتاع الله ده أنا ذاته قال، والعرش بتاع الله ده أنا. وقال أنا كما مستحي من الله وخجلان كان أرى الجحيم ده طفيته، قفله وشال المفتاح في الصفحة 93. الصفحة 93 هذا الكتاب. أنا بستغرب زول أنا بتكلم له من كتاب سيده برضو يعترض، يعني أتكلم لك من وين يعني؟ بالقرآن ما قبلوا يو، حديث الرسول الصوفية ما قبلوا يو، بقينا نجيب كتب الصوفية ذاته تعترض ليه أنت؟ الصفحة 93، صفحة 93 قال محمد عثمان المرغني ده الكبير قال شنو؟ وديل أولاده متابعينه، قال أنا عرشها هدى، أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. يا ناس أنتوا وروني أكبر كافر كتل الرسول قال كلام قدر ده؟ أديك تاني لسه أنت قال ده بس، والله ده كلام عجيب. الصفحة 109 110 111 طيب قالوا شنو المرغنية محمد عثمان المرغني؟ وده كتاب الآن ده الصوفية بيقروه زي القرآن على الختمية، تلقى بيقروه في الميت، يقروه قبل الصلاة قبل الإغامة بين الأذان والإغامة، وده تقال بيقروه شنو يعني دين؟ طيب قال حفظت فنون العلم، ده صفحة 109، حفظت فنون العلم في دون لحظة، كل العلم ده دنيا قرآن سنة طب هندسة في، قال ما لحظة، قال أقل من اللحظة حفظه،
ممكن يا باشمهندس الكلام ده؟ في دون لحظة، قال أقل من اللحظة، قال وصرت فريد العصر عين الحقيقة. فريد العصر. طيب ها بعداك يا مرغني، أرى العرش حقا، العرش بتاع الله، أرى العرش حقا، لأنه في صوف يقول لك ما قصدي يقول، هو قال لك لا حقا قصدي كده عادي تمشي كيف. أرى العرش حقا في جلوسي دائما، مش مرة شاف العرش بتاع الله طوالي، أها، وما فوقه فوق العرش في كل وقت وساعة. ده عثمان المرغني ده. طيب ولو حل سري في الجبال أذابها، بيصيح الجبال السر بتاع محمد عثمان المرغني، وصيرها كالعهن تجري بسرعتي. ولو أنني ألقيت سري على الحصى لكانت تخاطبني بأحلى مقالتي. كلام ده عربي واضح ولا ما واضح؟ واضح. قال مريدي لا تخشى من أمر تخافه إذا قلت يا حسن، حسن المرغني، يا حسن أتيت بسرعتي. حسن أبو جلابية ذاك، وده شرك، لأنه ربنا قال ومن يدعو، يعني نحن ما نقول ده شرك وكفر، ما نحن قلنا كفرناه أو قلنا ده. الله قال، تابع الآية دي لحد آخر كلمة فيها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح من. الله قال مسلمون ولا كافرون؟ الله سماهم كافرون، إنه لا يفلح الكافرون. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب قال وإن كنت في هم وكرب فنادني بيا مرغني أنجيك من كل شدتي. في حالة الكرب والشدائد والضراء والمصيبة ما تقول يا الله، قول يا المرغني. ونفس الكلمة دي قال البرعي في ديوان رياض الجنة، معلش، الصفحة 119 السطر عنوان القصيدة اسماعيل عبد الله الولي، قال إنابة خطب، ده البرعي، في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني. قال إذا حصلت أمر أو مصيبة في البلد ما تنادي الله، نادي إسماعيل لأنه ولي لله. المرغني قال لا إسماعيل، لا البرعي، قال أنا قاعد، قل يا مرغني، قل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. ربنا قال شنو؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مرغني، برعي، مكاشفي، صايم ديما، بيتي، كله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله قال ضعف الطالب المطلب غير الله، والمطلوب الطلب وخلوا الله، كلهم ضعاف. وربنا قال في آية تانية ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة ربنا سماه شنو؟ دعاء غير الله. يكفرون بشرككم، الله سمى شرك، ما نحن قلنا كذا. ولا ينبئك مثل خبير. آيات كثيرة القرآن كله يرد على كلام الصوفية ده، كل الطرق، كل الطرق. قال شنو؟ قال بعد ذاك مشى قدام، قال فكنت عين وجود القدس في أزلي يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش بتاع الله العرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. كل قابضة محمد عثمان المرغني، عارش الله محمد عثمان المرغني قال أنا قابضه، والفرش والأكوان كلها محمد عثمان المرغني قال أنا قابضه. أخونا قال ليه نزلوا الانتخابات؟ طيب رمز العصاية أو القرجة. طيب أنت 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 الكون كله والعرش بتاع الله أنت ذاتك والسما بنيته أنت، ما الله تحتاج الانتخابات؟ ده ما كذب؟ ده ما كفر؟ ده ما دجل؟ أهو ده الكتاب اشترينا من المركز العام للختمية البحري، غربي سوق بحري، حلة خوجل، مسجد الكبير حقه، المكتبة تخش كده على يدك الشمال. طيب قال وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي، وكل غوص به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس الغالي، إلى آخر. طيب جيب ده، ده للبرهانية، ناس السوق الشعبي وجماعة لابسين طواقي لونها برتغالية، ناس أعمامك كبار، ما بتخجل ترك عليك لراجل زيك عمرك 60 سنة، ترك على راجل وتخلي الله، تعصر كرعين الشيخ وما تسبح الله،
يا ناس ده كتاب شراب الوصل تأليف محمد عثمان عبد البرهاني. اهو دي صورة محمد عثمان عبد البرهاني البجاي ده وده ولده. الكتاب ده بيعتقدوا انه كالقرآن بدليل جيب ده عامل الله والمعجم المفارس لألفاظ القرآن زي لألفاظ ديوان شراب الوصل زي المعجم المفارس لشنو؟ ألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي وغيره ده معجم مفارس للكتاب ده. الدليل الثاني طابعينه زي آيات المصحف زي الصور اسمه شراب الوصل. شوف يا شيخ نفس الصور هناك بيقول لك صورة النبأ مثلا كذا مكية أو مدنية آياتها. هنا القصيدة الثلاثون أو التائية أبياتها كذا شايف نفس المصحف نفس المصحف شفت كيف؟ وقالوا محمد عثمان عبد البرهاني كتبوا بعد ما مات بشهور غزوه جوا القبر تحت لقى له دوايه او جالكسي كتبوا ورسلوا برا اهو ده الكلام ده قاله بالصفحه الاولى. قال شنو جوا محمد عثمان عبد البرهاني ده كمان قال كلام براو والنازل بيشفوا الشرك من بعض اي شيخ طريقه بيجيب الشرك من الشيخ الثاني. شوف الزول ده قال شنو في الصفحه قبل الصفحة الأولى في المقدمة قال أجودوا ده محمد عثمان عبد البرهاني شيخ الطريق البرهاني قال أجودوا على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي أنا. يا جماعة الكلام ده أنتم مسامعين ولا عيدوا تاني؟ الزول ده قال أجودوا على أم هو مالله لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. النازل ما دعوا الألوهية ده ما كفر بالله ده ما يلحد. الصفحة البعدية قال وأنا ذا أشفي السقيم من الضنا ده الصفحة رقم واحد. وها أنا ذا ده محمد عثمان عبد البرهاني أشفي السقيم من الضنا البش السقيم والمريض منه ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفينا. البرهانية قالوا لا شيخنا هو اللي بيشفي. وها أنا ذا أشفي السقيم من الضنا وأجبر مكسور القلوب بنظرتي. ذول قلبه جوا مش برا جوا مكسور بس عايل لك كده يجبر كسرك. طيب قال وإني وأيم الله ده ما كتبه بعد ما مات قام ده البيت درس له من جوا قال وإني وأيم الله ما غبت عنكم. أنا صح دخلتوني القبر لكن ما غبت عنكم. وعاريتي ردت لرب البرية. صح العارية رجعت لكن أنا ما غبت عنكم. وإني فيكم فاشهدوني وعاينوا جمالي موصول وسري بصحبتي إلى أن قال البيت رقم 27 صفحة 2 يا أهل الله والسر نظرتي. الهداية بنظرته. طيب يا جماعة أبو لهب ده ربنا نزل فيه آيات وصورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر الآية وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي شاف ولا ما شاف؟ أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الشرك وهو في ضحضاح من النار ومات على الكفر والعياذ بالله. النبي شافه نظر له ولا ما نظر له؟ في البخاري دخل على عم أبي طالب عند الوفاة فقال يا عماه كلمة حاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. نظر له ولا ما نظر له؟ وكان حريص جدا النبي عليه الصلاة والسلام إنه عمه ده يسلم. في النهاية قال أنا على ملة عبد المطلب وأبى يسلم. خلاص بعد ده النبي نظر له. محمد عثمان عبد البرهاني نظرته أحسن من نظرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عيونه أحسن من عيون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا الهداية بتكون بالنظر؟ ربنا قال للرسول خلي ده رب إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. الله قال لك طيب قال فمحوي صحو والملائكة تابعي. الملائكة تبع لمحمد عثمان عبد البرهاني. انت قال طواقي برتغالية ساكت ده كفر يا زول. قال فمحوي صحو والملائكة تابعي وفردي جمع والنبيون صحبتي. الأنبياء والرسل كلهم أصحابي أنا. قال لوائي معقود وعهدي موثق ويستلم الأركان من زار كعبتي. ده الضريح اللي هنا في السوق الشعبي بيسموه الكعبة عشان كده بطفوا بيه عشان كده محمد منتصر الإزيري
قال في التلفزيون الطواف بالقبور بجوز، ودليل الكلام ده. وربنا قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مش القبة. الله قال البيت العتيق، نزل بحربه في الله. والأدلة على إثبات استواء الله على عرشه وعلوه كثيرة. ربنا قال سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. العلماء قالوا أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله على عرشه، لكن زي اللي اتكلم امبارح ده ما فاهم أو ما قادر يفهم. يقول لك إذا قلت بالسماء، ربنا قال والسماوات مطويات بيمينه، على الآية دي نعمل لها شنو؟ الآية ما بنعمل لها حاجة لأنه كلام الله، لكن بنعمل لك أنت عمايل. كيف؟ الآية دي ربنا قال أمنتم من في السماء، ما معناته قاعد جوا السماء؟ لأن في لغة العرب، وقد نزل القرآن بلغة العرب، تعني على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض لطلب الرزق. الله قال فسيحوا في الأرض لأولئك، وقال لطلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها يعني تجدل وتدخش براسك جوه وتخلي رجلينك فوق؟ لا، فامشوا في مناكبها يعني على ظهرها. فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني كان جوه بقرقر الجذوع، يدخلهم جوه يحشرهم جوه، ولا كان على الجذوع؟ إذا في بمعنى على في لغة العرب وفي القرآن الذي نزل بلغة العرب. ففي ما معناته جوا السماء؟ عشان تقول لي والسماوات مطويات بيميني، يبقى كيف ربنا يكون قاعد جوا؟ قال جوا منو؟ منو قال جوا ده؟ ده المعنى الأول اللي فيه. المعنى الثاني الشيخ بن باز قال أأمنتم من في السماء؟ السماء أحيانا هذه السماء المخلوقة، وأحيانا قال السماء كل علو. العلو يسمى شنو؟ السماء. ففي السماء يعني في العلو، مش جوا السماء الخلق ربنا، يعني الخالق قاعد جوا المخلوق. فده ده الكلام كده. وتاني قال شنو من الكلمات؟ وابن تيمية طعن في ابن تيمية، ابن تيمية بيطعنوا فيه الصوفية لأنه بين التوحيد. ولما التتار دخلوا هناك البلد ديك في الشام وعاسوا فيها الفساد، الصوفية زي بتاع امبارح ده كانوا بيقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، زي كلام ناس البرعي ديل والمكاشفي والمرغني، بيقولوا ما تمشوا لله، امشوا للقبور ينجيكم من الضرر. ابن تيمية والعلماء قالوا للناس كده وقفوا الجهاد، لأنه ما ممكن مشرك يجاهد له مشرك، الله ينصرك ساكت، لابد توحد ربنا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فابن تيمية قعد الناس ومعه العلماء علموا الناس التوحيد أول حاجة، أول حاجة. بعد ذاك الجيش الإسلامي اتعلم العقيدة ورفع السلاح وانتصر على التتار انتصارا وهزيمة ما هزمها التتار في التاريخ أبدا، لأنه وحدوا الله. عشان كده بكره ابن تيمية عليه رحمة الله، وإلا تحداهم. الكلام اللي بيقوله ده كله كذب. ابن تيمية شبه الله، وابن تيمية قال الله ينزل كنزولي، وقال ابن تيمية نزل من المنبر، وقال يجلس كجلوسي، داية كتاب. هذا الكلام كذب. نفس الكذب اللي بيقوله عن محمد بن عبد الوهاب مات في الحمام وجابوا مستر هنفر اليهودي، ده كله كذب. أهو دي كتب محمد عبد الوهاب موجودة، ورونا سطر واحد محمد بن عبد الوهاب وافق اليهود في كلمة واحدة. ما هو نحن لما ننقد الصوفية بنجيب كتبهم، انتوا يا صوفية جيبوا كتاب محمد عبد الوهاب، قوله ده مش تقول ايه ده كتاب مستر هنفر، من هو؟ أين يسكن؟ حي ولا ميت؟ أين ولد؟ مسلم ولا كافر؟ يقول لك لا يهودي. تصدق كلام اليهودي على المسلم؟ وأنا قريت الرسالة الكاتبة، ما مكتوب برا منو الكتب؟ اكتب مذكرات مستر هنفر. قال جوا والجدير بالذكر أن الوضوء عند المسلمين، هو قال الدس جوا الإسلام وحفظ القرآن كله وبقى شيخ، ولكن هو جوا يهودي. أها بعد ما حفظ القرآن كله، قال والجدير بالذكر أن الوضوء عند المسلمين أن تغسل الوجه ثم الرقبة. ده مستر هنفر الحفظ القرآن اللي اتعلم الإسلام، ده زول لسه عنده دين؟ ده كلام كذب وكلام كله باطل. لكن الصوفية بيدندنوا حول الكلام ده ليخربوا عقائد المسلمين. ونحن أصلا ما خايفين إنه ده دين، واليوم واحد والرزق عند ربنا وما بزول برزقك، ده دين. ودي كلها كتب الصوفية. أحمد التيجاني ده كتابه قال في الصفحة 132 إلى 135، قال الرسول جاء عديل، ودي كذب. في النوم ممكن لكن عديل ما في. قال أعطاني صلاة الفاتح، وقال لي صلاة الفاتح تعادل القرآن 6000 مرة. صلاة زول نجرة من راسه أفضل من كلام الله؟ ما أداله الرسول كذاب، لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
كيف الرسول يجيك ويديك دين جديد ما أدى للصحابة ولا أدى للأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصلاة دي أفضل من القرآن كلام الله 6000 مرة. والله أنا أقولها بالحرف وبالكلمة الملانة، لو ما الشرك البنشروا الصوفية ده انتهى من بلدنا دي، لا في أمن، لا في اطمئنان، لا في سلام، مهما عقد من الاتفاقيات ما في سلام، ما حيكون فيه، ولا في رزق، ولا في رزق حسن واسع حجل الناس، لحد ما الشرك بتاع الصوفية ده الناس تبقى واضحة والدعاة يبقوا جريئين وصريحين. يا خليش أكلوك يقول لك لا أنا لا أستطيع أن أجرح الناس وهؤلاء الشباب يجرحون الناس، يا خليك الله ما بتجرح، أقعد أقعد ترزع. خلينا نتكلم في أهل البدع، لأنه ربنا بيسألنا من الكلام ده، ربنا بيسألنا من الكلام ده. أنت صم خشمك، إذا ما بتقدر الله ما أداك القوة واللسان والحجة أسكت، ما تصبت الناس. يا أخي ناس بيحاربوا الله يقول أنا بنيت السماء، تقول لي ما تتكلم عنه وهذا تجريح؟ أنت ما بتخاف الله؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الله قال كده. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله.